تحت رعاية سمو الأميرة نور بنت عاصم، افتتحت مجموعة كشافات ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بازارها الخيري الميلادي الذي جاء بعنوان الوحدة الوطنية، حيث استمر لثلاثة أيام متتالية. وحضر حفل البازار المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بعمان، والأرشمندريت بسام شحاتيت النائب الأسقفي لمطرانية الروم الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة والأخويات من الرعاية وشخصيات رسمية وعامة. في هاي السنة البازار أخذ عنوان الوحدة الوطنية، وهدفه أنه تجميع الشعب في هذا العيد، لأنه عيد الميلاد هو عيد المحبة والسلام، فأخذ عنوان الوحدة الوطنية، وتم دعوة مسيحية ومسلمين علشان يجمع الشعب مع بعض. هالبازار السنة هاي مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك بتقيم البازار. نشكر قناة نورسات لوجودها الدائم معنا، والدكتورة باسمة وأبو يوسف اللي دائما موجودين وداعمين إلنا، وجميع الكهنة وجميع اللي حضروا. أسعدنا اليوم في افتتاح البازار لعيد الميلاد المجيد في مطرانية الكاثوليك، وطبعا هلأ إحنا عمالنا نستعد للاحتفالات بعيد الميلاد بأجواء الأردن اللي بننعم فيها بالأمن والأمان، وإن شاء الله تكون هاي أعياد مش بس للأردن، ترجع تعم لكل الوطن العربي، وإن شاء الله كلياتنا وكلنا جميعا كل عام وانتم بخير. وقامت سمو الأميرة نور بنت عاصم بجولة في أروقة البازار، واستمعت من القائمين عليه إلى شرح عن محتوياته، معبرة عن إعجابها باهتمام المشاركين وبأشغالهم التي اشتملت على مستلزمات العيد وشجرة الميلاد وأشغال يدوية ومنزلية متنوعة. وفي ختام حفل الافتتاح قدم القائد العام لمجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك طارق مسلم درعا تكريميا لسموها، وبدورها سلمت سمو الأميرة دروعا تكريمية لداعمي البازار.